طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المساء اليمني لهذا اليوم. يظل الحديث عن تعز مستمرا. تعز فاتحة المدن ووجع البلاد النازف في ظل كل هذا الصمت المطبق الذي يزيد من حصار المدينة ونزيفها اليومي. ملف تحرير تعز ما زال الملف الأكثر غموضا حتى اللحظة، والذي تتوارى خلفه العديد من الأسئلة الشائكة. لماذا تعز تقدم قربانا على مذبح السياسة؟ ولماذا لا يكترث لجوعها ووجعها إلا من لا حيلة له؟ يعاد الحديث عنها اليوم مجددا بوجود بعض التحركات السياسية، حيث التقى اليوم نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح بالشيخ حمود المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بتعز. وقالت الأنباء إن المخلافي تحرك بعد الاجتماع باتجاه مدينة تعز بهدف كسر الحصار عنها، وكانت قيادة المقاومة قد مكثت في عدن ما يقارب الشهر، تخللتها لقاءات عدة مع رئيس الجمهورية كانت نتائجها غير معلنة. ومنذ شهور والحكومة اليمنية والتحالف العربي يطلقون وعودا بتحرير المدينة وفك الحصار المفروض عليها، غير أن هذه الوعود لم ترى النور حتى الآن. تعز ملف غامض حير الجميع، وبالذات أبناء تعز الذين يصبحون ويمسون على قذائف الميليشيا في ظل حصار خانق يطبق على المدينة منذ 9 أشهر. أعزائنا المشاهدين، حول تعز وحصارها الخانق ومسؤولية الحكومة في تحريرها وفك الحصار عنها ستكون حلقتنا لهذه الليلة، حيث سينضم لنا عبر سكايب الناشط السياسي فيصل علي من كوالالمبور، وعبر الهاتف الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة في تعز، وكذلك الدكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن، والعميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة من الرياض. فأهلا بكم جميعا، وقبل بدء الحلقة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مدينة تعز وتفاصيل الوجع والحصار اليومي والضحايا الذين يتم تشييعهم يوميا وعمليات القصف والقنص والتدمير الممنهج، كان ذلك هو الحدث الأبرز في الحديث عن اليمن داخليا وخارجيا. تعز التي وصل صوتها ووجعها للعالم وأصبحت مبنية لضمير العالم الغائب عن الحضور لإيقاف الهجمة الشرسة على المدينة، وعود تتلوها الوعود ولا أحد يسعى لتحويل تلك الوعود لخارطة عملية تنهي معاناة المدينة وتعيد الثقة بجدوى الركون لتطمينات الساسة وصناع القرار. كلهم وعدوا تعز وحين احتاجتهم أخلفوا مواعيدهم معها، فيما يشبه عملية التخلي على مسافة لا تتعدى 200 كيلومتر. يوجد الرئيس هادي وحكومته ومعهم قوات التحالف، ولا يبدو أن تعز استطاعت إثارة اهتمامهم وانتباههم. ذهبت قيادة المقاومة الشعبية في تعز إلى عدن منذ ما يقارب الشهر، ويبدو أنها علقت هناك بحثا عن وعد لم يرد له أن يتحول لدعم. ذهبوا إليها جماعات وغادروها فرادى، وكما دخلوها من أبواب عدة خرجوا منها كذلك باستثناء بعض المدرعات العسكرية. لكن ذلك ربما لم يخفف من موجة الاحتجاج لتأخر كسر الحصار عن مدينة يرى مراقبون أنها وقعت ضحية رهان سياسي لجميع الأطراف، وأصبحت مادة جيدة للتفاوض وتحسين شروط الحوار. ستدخل تدريب دورات وحياة جيش اليمن الجديد. ورغم الإعلان المتكرر عن الترتيبات العسكرية المصرح بها حول إعداد قوات كبيرة بقاعدة العند بهدف رفض المقاومة ورفع كفاءتها العسكرية لتحرير تعز، يظل الغموض يكتنف مصير هذه القوات وحجمها وزمن دخولها معركة التحرير. فهل سيمر الإعلان هذه المرة كسابقاته، أم أن الدعوة لتحرير تعز هذه المرة قد تثمر بعد طول انتظار، وهو ما قد يوقف ذلك الالتباس والغموض في ملف تعز الذي جعل من هذه المدينة لغزا كبيرة في خضم معركة اليمن الداخلية والإقليمية. فهل ستحمل هذه التحركات موعد انتهاء حمل المدينة بعد 9 أشهر من الحصار؟ عودة إليكم مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيبي بكم وكذلك بضيفي عبر سكايب الأستاذ فيصل علي الناشط السياسي من كوالالمبور. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ فيصل. بداية بعد كل الذي حدث أستاذ فيصل، هل يعني نعتقد أن تعز أصبحت أبرز أوراق التفاوض لدى جميع الأطراف؟ تعز أصبحت قريبة من التحرير وليست قريبة من التفاوض. من الذي يتفاوض مع من؟ هناك الآن تحركات داخل تعز وخارج تعز لأجل فك الحصار عنها. لكن ليست
أستاذ فيصل، ليست المرة الأولى الذي نتحدث عن قرب تحرير تعز وعن فك حصارها، ربما هذه المرة 20 يعني في هذا البرنامج، وربما معك أكثر من مرة نتحدث بنفس الفكرة. نعم. ما الذي جد؟ الذي جد أن هناك قوات من تعز خرجت إلى عدن بغرض تدريب، دربت في قاعدة العنت مجموعة كبيرة من الشباب وأهلوا جيدا حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه. ربما اقتنعت قوات التحالف وقيادة التحالف بضرورة تحرير تعز. الحصار الخانق الذي اشتد وزاد عن حده لا بد له أن ينتهي، هذا من مؤشرات أن هناك ضغط من داخل المقاومة ومن قبل الجيش الوطني لأجل إجراء هذه المهمة الوطنية والعاجلة. نعم. طيب فيصل، يعني عفوا، هل لديك معلومات عن وجود أو تحرك قوة عسكرية كبيرة إلى تعز؟ سمعنا عن تحرك قوات عسكرية ومن المقاومة ومن الجيش الوطني بقيادة القائد المقاومة حمود المخلافي، لكن سمعنا عن ذلك، لكن لا معلومات مؤكدة من جهة محايدة، ليس هناك إعلام مستقل صور التحرك. طيب هذه القوة على كل حال، نعم، هناك تحركات. هذه القوة أستاذ فيصل كيف ستستطيع الدخول وتعز محاصرة؟ كما تدخل كل القوات التي تتحرك على الأرض. إذا كان هناك قوة حقيقية تحركت على الأرض ستدخل بكل تأكيد، لا شيء مستحيل. وتعز ليس والحوثيون الذين يحاصرون تعز وميليشيا الطالح ليسوا من الصعوبة بمكان، هم مجرد قوات تواجهها قوات برية. أيضا هناك استخدام لطيران، إذا تم استخدام الطيران في هذه معركة التحرير سيكون لهذه القوات القادمة والمدربة والمؤهلة والمجهزة بأحدث الأسلحة دور كبير في تحرير تعز. طيب الحصار، نعم، عنها. إذا أضفنا إلى ذلك ما تم قبل أيام من تحرير منطقة المسراخ أو تحرير أجزاء كبيرة من منطقة المسراخ وفتح الطريق أمام هذه القوات، كل هذه مؤشرات تدل على أن هناك تحركات جادة لفك الحصار عن المدينة. طيب أستاذ فيصل، يعني هناك من يرى أن هذه التحركات هي مجرد يعني تطمينات أو تسكيت لأهالي تعز أو للمقاومة أيضا، يعني هي ليست المرة الأولى التي تتحرك عسكرية، يعني شهدنا قبل أشهر كم دبابة دخلت وتم التهليل لها وأن تعز ستحرر، ولكن يعني نجد أن المسألة تطول ولا يوجد تحرير حقيقي. قبل شهرين أو قبل فترة تحدثت معكم حول وصول بعض المعدات العسكرية، تعرضنا كلنا نحن وأنتم وجميع الزملاء إلى معلومات مضللة مصدرها قريب من غرفة صنع القرار أو قريب من هذه، تحدثوا أن هناك 200 مدرعات ستدخل تعز ولم ندخل إلى سوى 3 مدرعات، هذا كل ما في الأمر. لكن الآن إذا تواصلتم بأحد أفراد المقاومة بقيادة المقاومة المتواجدة في عدن ستجدون تأكيدات، هناك تحركات ميدانية تدل على وجود شيء هام سيحدث خلال هذه الأيام القادمة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ فيصل أن ينضم إلينا أيضا الأستاذ عبد حمود الصغير قائد الجبهة الغربية من تعز. مساء الخير أستاذ عبدو. مساء النور والعافية وحياكم الله أنتم وضيوفكم الكريم. أهلا بك أستاذ عبدو معنا. بداية، هل لديك أي معلومات عن وصول الشيخ حمود والقوى العسكرية الذي يتم التحدث عنها، أو هل جد جديد على مستوى الإمدادات أو على مستوى الميدان؟ لا شك أن قائد المقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي لديه الكثير من الاستعدادات التي ذكرتموها نتيجة في عدن لفتح
هناك التحرير تحت. أستاذ عبدو يبدو لي أن هناك مشكلة في الصوت، يعني الصوت يتقطع لا يصل إلي كلامك كاملا. سنعود التواصل بك أستاذ عبدو، شكرا لك، سنحاول التواصل بك مرة أخرى. عودة إليك أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، يعني ربما الحديث عن تحرير تعز تحدثنا عنه أكثر من مرة وقد طالت المسألة، ربما يعني حتى أن المواطنين في تعز الذين يتكبدون آلاف المآسي هناك باتوا يشعرون أنها اسطوانة مشروخة لم تعد تجدي. هل هذه المرة تتوقع أن الحصار سيفك فعلا وأن معركة تعز حقيقية هذه المرة؟ أنا لا أشك أن المعركة حقيقية من تلك المرة، لكنها حرب ليس بأيدينا ولا بأيدي غيرنا من الزملاء ولا من الذين يتعاطون مع الشأن العسكري والشأن السياسي. ليس بأيدينا جميعا تحديد متى تنتهي الحرب أو متى تبدأ الحرب أو متى تنتصر الجبهة الفلانية، كلها مجرد توقعات. لكن الآن إذا صدق أو إذا ثبت أن هناك جيش تحرك من عدن من اتجاه الجنوب الى تعز، هذا سيخل بالمعادله الغير متكافئه في تعز. تعز تنقصها القوات المدربه وتنقصها المعدات الثقيله كما كنا نتحدث في سابق الايام، وما زال هذا النقص هو الذي إذا ما تم إكماله سيتم تحرير المدينة بشكل من الأشكال. هذا الحصار لن يطول مدى الزمن. إذا كانت هناك خسائر في جبهة المدنيين أو في جبهة المقاومة، هناك خسائر أيضا على المحاصرين، جثثهم تنقل من تعز بالمئات بالسيارات الكبيرة لتعود إلى المقابر. لا يوجد هناك طرف لم يتأذى من هذه الحرب. نعم. طيب تعز محاصرة يعني منذ أشهر أستاذ فيصل، لم تتمكن لا المقاومة ولا التحالف ولا الجيش الوطني أيضا بفتح منفذ واحد، هل يعقل هذا أستاذ فيصل؟ هو في الحقيقة تأخر فتح المنفذ وطال الحصار على تعز. كان بإمكان قوات التحالف أن تفعل شيئا ما، لكن لا ندري ما هي الحسابات العسكرية لهذه القوات، ربما توازنات السياسية، ربما وربما ألف تساؤل هناك يطرحه الشارع ونطرحها نحن. لكن كما تحدثت، ليس معقولا أن يتم هذا الحصار لكل هذه الفترة التي طالت. كان من المفترض أن تنزل قوات برية في مدينة المخا في ميناء المخا وتتقدم باتجاه تعز، لكن وكنا نأمل ذلك، لكن ذلك لم يتم. ربما ليس للصعوبات التي يواجهونها، ربما هناك كما قلت حسابات سياسية. هل هذا الأمر يعني هل تتوقع أن الأمر بهذه الصعوبة أستاذ فيصل؟ ليست من الصعوبة بمكان، إذا أرادوا اقتحام تعز خلال 5 أيام سيدمرون كل القوات. إذا تحركت قوات برية ونزلت في ميناء المخا وتحركت من هناك مسنودة بطائرات بخمس طائرات أباتشيت تتحرك تعز في نفس اليوم، لكن هناك نوع من التقصير، هناك نوع من الخلل الذي قد لا ندركه، لماذا لا يفعلون ذلك؟ نعم. بالنسبة لقوات التحالف أيضا صمت الرئيس هذه الفترة طويلة، وكل فترة يقول سنحرر تعز. أيضا رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية يتحدث عن دعم للتعز، لكن لم يحدث من هذا الدعم شيء. ربما يكون سير المعارك العسكرية بهذا الشكل، لكن الفترة طالت وصار طول الفترة غير مقبول ولا معقول، لا عند الناس ولا عند المتابعين من خارج المدينة. نعم أستاذ فيصل، يعني حين يتم الحديث عن فكرة تحرير تعز وحاسم عسكري نجد أن هذا الزخم يأخذ يوم يومين بالكثير، ثم
نسمع بفتح جبهة في منطقة مختلفة تماما ومغيرة تماما عن ما يحدث في تعز. هل هناك عمليات إلهاء من الطرف الآخر؟ هل هو مجرد أيضا استنزاف لقوات الحوثي من الحكومة الشرعية بفتح أكثر من جبهة؟ ما هذه التضاربات؟ يعني لما لا يركز الجهد على منطقة معينة بعينها؟ تعرفي أنت المعركة طويلة وكبيرة تمتد على مساحة كبيرة من أجزاء اليمن، لا يمكن أن نقول أن هذه المعركة وقعت لأجل تلك المعركة، ربما هناك ضغوط في هذه الجهة لفك الحصار عن هذه الجهة، لكن كان المفترض أن المواطن اليمني، أن الجهات التي تدعي المقاومة في مختلف المحافظات أن تهب بالنفير العام إلى محافظة تعز. كنا سمعنا قبل أيام أو أمس أو أن الخميس سيكون يوم نفير من بدعوة من المقاومة. المفترض أن النفير العام من كل أبناء الجمهورية اليمنية لإنقاذ تعز. لماذا ينظرون إلى تعز كأنها معركة لا تعنيهم؟ لماذا لا يتحرك الناس من عدن، من إب، من دمار، من صنعاء الذين يدعمون المقاومة؟ هناك ناس فعلا مع المقاومة في كل المحافظات اليمنية، لماذا لا يتحركون ولو بشكل فردي باتجاه تعز؟ في 68 عندما تم حصار صنعاء تحرك الناس من تعز، من لاحق، من إب، وذهبوا لفك الحصار. عندما حوصرت تعز لم يكن هناك تحرك جاد من قبل أبناء المحافظات اليمنية، وظلوا ينظرون إلى تعز يعني طيب. وكأنها في دولة أخرى. أستاذ فيصل، يعني انضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد جميح المحلل السياسي من لندن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور أستاذ محمد. يعني ما هي قراءتك لما يحدث من تحركات سياسية بشأن تعز خاصة في الآونة الأخيرة؟ أنا أعتقد الوضع في تعز يعني معقد، وكان يفترض أن يولى مزيدا من الاهتمام خلال الفترة الماضية، لأنه كلما تأخر الوضع في تعز كلما ازداد تعقيدا. لو أن القوات التي كانت على وكانت مستعدة والقطاعات العسكرية حتى وإن كانت خفيفة التي تواجدت بعد انسحاب الحوثيين من عدن ومن الجنوب، لو أنها واصلت المسيرة باتجاه تعز كان الوضع أفضل بكثير لقوات التحالف والمقاومة لإنجاز المهمة في تعز. لكن لأن الأمور تأخرت في تعز استطاع الانقلابيون أن يكثفوا من وجودهم في المحافظة وأن يشددوا من حصارهم على المدينة، وصار الوضع الآن أكثر تعقيدا مع وجود عدد كبير من الألوية والوحدات العسكرية التابعة للانقلابيين في المحافظة ومحيطة بالمدينة كذلك. طيب أستاذ محمد، يعني الآن نعم تفضل. الآن تعز يعني محاصرة، وتعز الآن تعتبر بالنسبة للحوثي هي الورقة الرابحة يشدد الخناق عليها من أجل أن يكسب في التفاوض بعملية لاحقة ويزيد من سكب الدماء وسفك الدماء على أراضيها من أجل أن يزيد من رصيده أثناء عمليات التفاوض. ويبدو أن التحالف يريد أن يجعلها حرب استنزاف داخل المدينة وفي المحافظة من أجل إنهاك الحوثيين. المستنزف الوحيد في هذه الحرب يعني نجد أنه الطرف المغلوب على أمره المواطن، الميليشيا يعني لن نقول أنها لم تضعف، بالتأكيد حصل بها ضعف شديد، ولكن على الأقل لديها السلاح، لديها مقالد الأمور في تعز. نعم، يعني الوضع في تعز في هذه اللحظة والمقاومة لم تتزحزح عن أماكنها صراحة، وعلى العكس هي خلال الأيام الماضية أحدثت بعض التقدم فيما يخص مناطق نجد قسيم وغيرها من المناطق التي استطاعت المقاومة في أثناء عمليات الكر والفر أن تجلي الحوثيين منها. السؤال هنا ما هي استراتيجية التحالف العربي وما هي استراتيجية القيادة الشرعية فيما يخص الوضع في تعز؟ هل تريد قوات التحالف العربي أن تحرر تعز من أجل تحرير صنعاء، أم أنها تريد أن تستنزف الحوثيين في تعز من أجل تحرير صنعاء ليس من الغرب وإنما
من الشرق، من شرق العاصمة خصوصا وأن قوات المقاومة الشعبية قد وصلت إلى أولى مديريات محافظة صنعاء فيهم. هنا تختلف الخطط الميدانية بناء على الخطط أو بناء على استراتيجية التحالف. في تصوري أن فعز أصبحت بالنسبة للحوثيين وصالح أصبحت خزان استنزاف كبير بشري ومادي بالنسبة لهم، ولذلك أتصور أن التحالف ربما رسم هذه الخطة. صحيح أن هناك ضحايا كثير، صحيح أن المدينة تعاني، لكنه لو رأينا أن معظم قوات النخبة أو كثيرا من قوات النخبة والمعدات العسكرية متواجدة في فعز بعيدا عن العاصمة وبعيدا عن معقل الحوثيين في صنعاء، ربما أعطى ذلك مؤشرا على أن قوات التحالف تريد أن تدبر خطة أخرى مختلفة لتعز. كنا نقول بأن تعز تحت تحرير صنعاء، لكن يبدو أن ربما كانت صنعاء يكون العكس ستكون المفتاح لتحرير. طب أنت تحدثت عن خزان بشري، أن تعز بالنسبة للميليشيا والمخلوع مجرد خزان بشري، من أي ناحية تقصد؟ هل هناك يعني من أبناء تعز عدد كبير يحارب في صفوف الميليشيا؟ لا، أنا قصدت أنها استنزاف مخزونهم البشري في تعز. طبعا بلا شك هناك من أبناء المحافظة ممن غلبوا مصالحهم الشخصية والحزبية كذلك من يقاتل مع الحوثيين، ومن أبناء المحافظة من يقاتل مع الحوثيين على أسس سلالية. لكن هذا ليس السؤال. لو أن أبناء المحافظة وجدوا خطة واضحة وجدية من قيادة الشرعية ومن قيادة التحالف، وأعطوا أملا بأن المحافظة والمدينة تحديدا سوف تتحرر من قبضة الحوثيين، لانقلبت الموازين الميدانية. طب دكتور، يعني هذا ما يحدث دكتور محمد من فترة لفترة، يعني يعطى الأمل لأبناء المدينة وللمتابعين للأحداث بأن التحرير قد حان موعده، الحسم حان، العملية كذا، يعني أكثر من مرة، حتى يعني شعر الناس بالأسى أنه لا يوجد مصداقية في مثل هذه الأحاديث. هذه اليومين أيضا يتم الحديث عن نفير وعن حسم معركة تعز، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الأمر يعني حقيقيا هذه المرة؟ أنا أعتقد أنه في نهاية المطاف تعز سوف ترفع يد الانقلابيين عنها، لكن هناك ربما بعض التواصل، وهناك ما تشير إلى أن هناك نوع من التواصل بين الأطراف المعنية من أجل رفع اليد عن تعز بطريقة ربما سلمية بتفاوض، بعملية تفاوض. المعلومات ليست مؤكدة، لكن لا شك أن تعز تعتبر مختصر القضية اليمنية الآن، وهي واجهة الصراع بين المشروع الانقلابي والمشروع الجمهوري الذي يعول عليه كل اليمنيين. بنهاية المطاف أعتقد أن تعز سوف تخرج من قوة الانقلابيين. اليوم هناك معلومات تتحدث عن وجود كتيبة مدربة تدريبا جيدا يعني في طريقها إلى تعز من محافظة عدن، من الجنوب تحديدا أو من عدن. ولا نعرف، لأن التحالف لا يكشف خططه العسكرية ولا لسنا مخالين عسكريين، لكن يبدو أن تعز أصبحت قضية إنسانية ملحة، وأنه لابد من حسم الموقف. لكن يعني يبدو أن من خلال تركيز التحالف على إغاثة تعز وإنزال المساعدات الإغاثية عن طريق الجو، فأتصور أن التحالف العربي لا يفكر بيوم أو يومين أو حتى أسابيع لتحرير المدينة، بما أنه أغاثها، وإلا لما تمت عمليات الإغاثة الخاطفة هذه التي أوصلت بعض مواد الإغاثة إلى أبناء المدينة. يريد أن يدعم الموقف من الداخل عن طريق عمليات الإغاثة، لأنه ربما أخذت عملية التحرير أطول من الوقت المتوقع. لا ننسى بأن تعز هي المعركة الحاسمة والمعركة الفاصلة بين المشروعين، لأن من ناحية أن قوات النخبة وأغلب القوات العسكرية موجودة أيضا، موجودة الآن في محافظة تعز وحول المدينة تحديدا، وكذلك لا ننسى أن لتعز رغبية خاصة ومحورية خاصة في المعركة بين المشروعين الانقلابي والجمهوري. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. إذن أستاذ فيصل ابقى معنا
سنذهب لفاصل قصير ثم نعود إليك وللسادة المشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تعز ومنذ بدء الحرب عليها، مرت عليها العديد من الأحداث والكثير من الوجع. في هذه المادة التي سنستعرضها معكم مشاهدينا نتناول أهم الأحداث وأبرز المحطات خلال عام الحرب والحصار التي عاشتها تعز منذ بدء الحرب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وجدد ترحيبي بك أيضا أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، يعني تحدث الدكتور محمد في بداية حديثه عن أن تعز هي ورقة يريدها الحوثي وصالح بإلحاح، لأنها هي ورقة رابحة على مستوى المفاوضات وعلى مستوى أيضا إظهار السيطرة الكاملة على المحافظة. ما رأيك؟ أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور محمد. فتعز تمثل لهم ورقة ضغط على المملكة العربية السعودية، خاصة في ظهور المصطلح الطائفي في الحرب. إيران تريد أن تقول أن تعز هذه معقل السنة وحصارها من قبل جماعة المنتمية لإيران، يعني الكثير، يعني ان هناك فرص امام حلفائها في التفاوض. علي عبد الله صالح يدرك هذا الشيء، والحوثي يدرك هذا الشيء. كل ما قالوا لهم الناس في جنيف 2 وفي غير جنيف، خرجوا من تعز يقولوا لماذا صنعاء تضرب؟ هم يقايضون بها لتامين انفسهم، لتامين لتحسين شروط التفاوض عندهم، ويطرحونها بكل وقاحة، يعني ويذهبون إلى ما يذهب إليه البعض من القول أن تعز مدينة واقعة تحت احتلال لا ينتمي لترابها. نعم نعم. طيب أستاذ فيصل، هذه يعني الأحاديث التي ربما من شأنها أن تزعزع الثقة بالمقاومة بعملها على الأرض إن لم يتحقق شيء هذه المرة، ألا تجد أن هناك ستكون هو بين المقاومة وقيادتها، بين المقاومة أيضا والتحالف الذي ربما لو أرادوا لدعموها بشكل أكبر؟ هناك يعني أحاديث خلف الكواليس أنه لا يراد لتعز أن تدعم دعما حقيقيا. ما رأيك؟ كانوا يتحققون بمثل هذه الأشياء في السابق، وأن تعز تبع الجهة الفلانية والحزب الفلاني. كل هذه الخرافات وكل هذه الأوهام يجب أن تكون قد تبددت. قيادة المقاومة من فترة، كل قيادات الفصائل من فترة ليست بالقصيرة متواجدة في عدن في لقاءات مباشرة مع قوى مع القيادات الميدانية لقوات التحالف. هناك حركة نشطة حدثت في عدن
ما بين قوات التحالف والقيادة الشرعية للبلد وبين المقاومة. لم يكن كل هذه الأوهام يجب أن تكون قد تبددت. هناك كان تفاوض مباشر وهناك حديث مباشر وعرفوا حقيقة الأوهام التي كان يتحدث عنها البعض. طيب أستاذ فيصل، قيادة المقاومة التي ذهبت إلى عدن وظلت هناك فترة ليست بالقصيرة، لما يعني هناك من يقول يعني أنها تركت المقاومة في شدتها وفي يعني حاجتها إليها وطالت هذه المدة، هل تتوقع أنه يعني أن العودة ستكون بحجم هذا البعد لترتيب الأمور، لترتيب الأولويات، أيضا أمور الدعم وما إلى ذلك؟ دعيني أقول لك أن القيادات المقاومة التي ذهبت إلى عدن تركت خلفها في الجبهات قيادات ميدانية قادرة على مواصلة المعركة بنفس النفس، بنفس الروح القتالية، بنفس المعنويات. لم يحدث هناك انتكاسة ولا في أي جبهة من جبهات المقاومة. كل ما هنالك أن هذه القيادات ذهبت لجلب الدعم لمقابلة القيادات الميدانية لقوات التحالف للتفاوض للبحث عن دعم أكثر فاعلية في المعركة. نعم. يبحثون عن ربما سيكون يعني الأكثر نعم الأكثر دراية أستاذ فيصل في هذا الجانب سيكون العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ينضم معنا عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أختي الكريمة. سيدة حميد، سأبدأ معك من النقطة التي انتهيت فيها مع الأستاذ فيصل وهو ضيفي عبر سكايب، أن هناك أحاديث عن عدم وجود دعم حقيقي لتعز، برأيك ما هي أسباب ذلك إن صح مثل هذا الحديث؟ شكرا لك أختي الكريمة ولمشاهدي قناة بلقيس العزة وللقناة الرائعة الحديثة. دعينا، أنا ربما تحدثت معك في أكثر من مرة حول هذا الموضوع. أنا لا أريد أن ندخل في مسألة التشكيك وأن هناك إهمال وأن هناك ربما عدم تعاون، وربما أنا سأتحدث كرجل مطلع وكرجل أعيش ربما الأعمال التي تدار لمعركة سواء تعز أو غيرها، ولذلك أنا لا أميل لهذا الطرح. أنا أميل لأنه ربما لدينا إشكالات كثيرة في محافظة تعز وقد يعني ما هي أبرز يعني هذه الإشكالات؟ يعني نعم ما هي أبرز هذه الإشكالات؟ لعل أهمها وأبرزها أننا يعني كنا ليس لدينا أماكن مفتوحة ربما لنزيل معدات ثقيلة. نحن أمام منطقة مغلقة، قام المخلوع والحوثيين بعده بإغلاقها بإحكام من كل الاتجاهات. دعيني أقول أن قيادات كبيرة نجلس إليها وتتحدث والله بحرقة عن هذا الملف وكيفية فك هذا الحصار الظالم وكيفية يعني أيضا إزالة هذا أقول هذه الهمجية في خنق هذه المدينة. نحن اليوم دعينا نقول أنه ننظر إلى الأمام، الأمور تسير بشكل جيد، ربما يعني بطيئة لكنها مشت. نحن اليوم نتحدث عن يعني بإذن الله تعالى نقول ألوية أو نقول على الأقل يعني جيش منظم مدرب من الشباب وليس مقاومة عفوية استمرت 10 أشهر في صمود أسطوري ربما لم يشهد له التاريخ مثيل. نعم. اليوم يعني المقاومة تتوحد، المحافظة تتوحد، الأمور كلها تسير بالاتجاه الصحيح. طيب سيدة العميد، ما هو مصير القوات المدربة في العنت؟ هل حقا هي مخصصة لتحرير تعز؟ يعني أنا لا أريد الحديث في هذا الموضوع، لكن هو من المؤكد ما دام هم من أبناء تعز ويتدربون تدريب نوعي جيد عن طريق خبراء من إخواننا في دول التحالف، لابد أنهم يعني هم معدون لهذا المهمة. وهم أيضا أنا أقول هكذا وبكل صراحة
كل من كل ابناء تعز معدون ليس لتحرير تعز فقط وانما ايضا للمشاركه في تحرير الوطن. جنود ابناء هذه المحافظه موجودون في مأرب، كانوا موجودين اثناء المعارك في عدن، كانوا موجودين الان حتى في مقاومه تهمه في كل مكان نظرا للكثافه العدديه الموجوده. فانا اقول ان هؤلاء ان شاء الله نقول نواه، ونقول نواه قويه مدربه جاهزه باذن الله تعالى استتباب الامن وضبط ايقاع الحياه المدنيه بعد ازاله هذه القرثومه الخبيثه من هذه المدينه. نعم، طيب سيده العميد، يعني ربما يعني بتؤخجل من تكرار هذا السؤال، هل هذه المره يعني الاعلان عن تحرير تعز حقيقي وسنلمس ذلك فعليا خلال هذه الايام؟ والله دعينا اتفائل معك واتمنى، لكن امنيات حقيقيه على الارض. انا الذي اعرفه والذي يمكن ان اقوله على قناتكم الكريمه ان الامور تسير بشكل منضبط ومنظم ويعني مدروس وليس عشوائي، ليس تصريحا عفويا وليس اقول يعني ربما رد فعل او لا، الامور تسير بشكل منظم وخطط لها ورتب لها وان شاء الله باذن الله. دعيني لا احدد الايام والاوقات، لكن اقول ان نصر تعز سيكون بحجم الماساه والالم الذي تعرض له خلال العشرة الأشهر الماضية. نعم سيادة العميد سمير الحاج الناطق رسمي باسم القوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. عودة إليك أستاذ فيصل، ربما استمعت معي لحديث العميد سمير الحاج، هل لديك أي تعليق؟ أنا أتفاعل بحديث العميد سمير الحاج، هو أدرى بالشأن العسكري منا، هناك ترتيبات كما تحدثنا من قبل، ربما يكون هناك ترتيبات قد لا نعلمها نحن يعلمونها هم، وإن شاء الله تكون هذه المباشرات التي تحدث عنها حقيقية على الميدان. القوات التي ربما تكون قد تحركت باتجاه تعز بيدها فصل الخطاب. نعم، طيب أستاذ فيصل، يعني تم الإعلان أكثر من مرة أيضا عن تشكيل قيادة موحدة للمقاومة، برأيك لما لم يتم هذا الأمر حتى الآن؟ ولما يترك للناس فهم أن هناك فصائل مختلفة للمقاومة؟ في الحقيقة هناك فصائل لا نستطيع إنكار ذلك، وليس من الحكمة إنكار وجود فصائل متعددة في المقاومة هدفها واحد تحرير مدينة تعز. هناك فصائل وتم تقريبا الاتفاق وأعلن بشكل غير رسمي، لكن في الحقيقة هناك شبه إجماع على أن قائد المقاومة هو قائد المقاومة حمود سعيد المخلافي، وهذا لا أحد يشكك فيه مع وجود بقية الفصائل كل له دوره في 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 عمل المقاومه. نعم، طيب هذه المساله استاذ فيصل، الا يعني تشكل خطرا على المقاومه ذاتها، خصوصا يعني على خلفيه اختطاف حمدي البكاري، يعني هناك احاديث عن اختراق للمقاومه. من الطبيعي هذه مقاومه شعبيه ان يكون هناك ثغرات امنيه، وكما تحدث حمدي البكاري الحمد لله على سلامته وعودته وزملائه الى اهلهم والى الميدان الاعلامي. هناك من الطبيعي ان يكون هناك اختراق، لان المقاومه كما تعلمين شعبيه وبدايه من الصفر، لكن المقاومه استطاعت خلال فتره وجيزه يعني محاصره المدينه لم يستطيعوا تهريب حمدي منها. حمدي تحدث بشكل مباشر وقال ان الذين اختطفوه هم ينتمون لجماعه الحوثي. هناك تشكيك بهذه المسألة تلقيناه من إعلاميين ومن غير الإعلاميين من نشطاء التواصل الاجتماعي، كان الأقدر بهم أن يسمعوا لما قاله حمدي لأنه هو المختطف. أيضا يكفي أن حمدي عاد إلينا سالما، وهذا ما كنا نرجوه، كنا نخاف أن تتورط تلك الجماعة التي اختطفت بعمل وحشي ضده زملائه. هدد حوكم حمدي البكاري اربع مرات وشكليه، كانوا يتخذون في حق قرار الاعدام كما تحدث، ورئيسه في العمل في الجزيره ياسر ابو هلاله تحدث حول هذه النقاط والناتج، ويعني كانت المعلومه
المعلومات قد وصلت إليه من حمدي بطبع اختراق الأجهزة الأمنية لعلي عبد الله صالح والحوثيين لبعض أجزاء ومناطق في تعز وفي غير تعز شيء طبيعي لأنهم يتواجدون من سنة 74 وهم يعملون في كل مفاصل الدولة، لديهم عملائهم في تعز في كل سيارات، لديهم ثغرات، لديهم نوافذ يستطيعون النفاذ نعم. منها إلى أي منطقة يريدون. نعم طيب يعني أستاذ يعني نحن كنا نتحدث عن هذه الاختراقات التي قد تحدث في المقاومة، كيف للمقاومة مستقبلا أن يعني تحافظ على الأقل على وحدة صفها وعلى عدم تكرار ما حدث على الأقل في المحيط الذي هي فيه؟ مع تعدد فصائل المقاومة إلا أن هناك هدف واحد، وهذا الهدف الواحد يكفينا أن نقول أن المقاومة تعمل بتنسيق عالي، لا يوجد هناك تداخلات ولا يوجد هناك اعتداءات من منطقة مقاومة على المنطقة الأخرى ومن جبهة على جبهة أخرى. الاختراقات الأمنية سيتم تجاوزها بتكثيف العمل الأمني عند انتهاء المعارك في الجبهات، سيتم التركيز على الجانب الأمني وسيتم تلافي مثل هذه الثغرات، خاصة إذا ما تم توظيف عناصر المقاومة في قوات الجيش والأمن والاستخبارات. هم أدرى اليوم بالميدان، واجهوا وحاربوا حتى وصلوا إلى هذه اللحظة واللحظات التي ستليها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل علي الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، ونعتذر منكم يعني لم نستطع أن نتمكن من الوصول للشيخ حمود المخلافي الذي نوهنا في بداية الحلقة بأنه سيكون معنا، وذلك لسوء الاتصالات في تعز بالذات. شكرا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه. We'll be right back.